أي متن للحديث تنصح بحفظه؟ إذا كنت قويا فمن الممكن أن تحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. والأحاديث الطويلة التي ليست كلام النبي عليه السلام لا يلزمك حفظها، مثلا كعب بن مالك يحكي قصة تخلفي عن غزوة تبوك، القدر المرفوع منها ضعيف، يا عفوا قليل، القدر المرفوع منها قليل، القدر المرفوع منها قليل. فافهم الحديث ككل، لأن القدر المرفوع من القصة قليل.